اسمع السوالف والالحان اريش خريفيه بصوص الفطر الكريمه بتخلي حياتك سعيده. يا سلام، شوف كيف تكثر. يا اهلا وسهلا ام اللحوم بشرى البشائر. اريش الخروف واريش الماعز، لحوم محليه طازجه تم تغذيتها تغذيه عشبيه. بطالك بصل وفطر فرام وفرام، والثوم شيء اساسي. البدايه نحط الزبده، البصل والثوم والمشروم، ومن ذيل الجبال اقطف لك مشروم وفرن على التاوه. والحين نصب لك ذي الكريمه، ملح وفلفل اسود، وخلط يا مخلط يوهو. وفي الاخير بند النار واعصر ليمون. قبلها بملح وفلفل اسود بس، كل شيء طار من الهبوب. ومن تحمى التاوه حط لك ريش، فر لها زبدة، ومن الجبل اقطف لك كليل الجبل، فر مع ثوم وفلفل. غرف لك من الكريمة على الريش، يا ساتر. عاد خذ لك ريشة فتعيش كأنك على ريشة.